فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان تخرج الريح منه دائما، فذكرتم أنه يتوضأ عند كل صلاة، إذا خرجت حفظك الله، يقول أثناء الصلاة ما يضر إذا كان حدثه دائم من بول أو غائط أو ريح أو حيض، شو اسمها، استحاضة، فإنه يتوضأ يتطهر عند الصلاة يصلي في الحال، ولو خرج منه في أثناء الصلاة لا يضر، لأنه ما يستطيع أكثر من ذلك. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.